أحياناً الإنسان يحسب نفسه أنه ذكي بما فيه الكفاية وأنه يملك جميع الأدوات اللي تحميه من العالم الخارجي، لكن ينسى في لحظة أنه ممكن يخطأ في جانب، وهذا الخطأ ممكن يكلف كثير. الموقف اللي واجهته مع زيد، يوم زيد قال لي أنه كاشف وداري أني متآمرة مع ممدوح وأني خذيت لصفي، أنا كنت متوقعة هذا الشيء، فكنت حاطة خطط بديلة لهذا الموضوع. لكن إنما الغلطة اللي غلطتها فعلاً ولا اللي انتبهت لها ودفعتني ثمن هو ممدوح واستغلاله، يعني اللي يبيع مديرة وعشرة عمر ما بيجي في يوم وليلة بيجي يكون مخلص لي، فاستغلاله لهذه النقطة بدأ هو يلعب لصالحه، فاستغل هذه النقطة وأخذ صلاحيات يفترض أنه ما يأخذها أصلاً، فبدأ من هذا الجانب أنه يلعب واستغل موضوع المستودع، وأخذ حتى الموافقة مش بس من زيد، أخذ الموافقة حتى مني أنا يوم عطيت الصلاحية اللي يفترض أني ما أعطيها، يوم قلت له أنت تصرف المستودع. فدائماً الأخطاء الصغيرة تودينا لأخطاء أكبر وأكبر وأكبر فوق ما نتوقع.